أنا ما دفشت هزار شادوغلو، في واحد بهالبيت هو اللي دفشه. ما رح أسمح أبداً إنه يتأذى حدا مرة تانية. وشلون رح تساوي اللي عم تقولي؟ رح نسرع زواج ابننا عزاد من إليف أصلاً. لو أني هديك الليلة ما خطفت ريان من حفلة الحنة، أبوك كان مخطط يقتلها. أنت شو عم تساوي مع هذا الرجال؟ كيف سمح لك أبوكي؟ زهرة الثالوث. ما فيني اسمح لك ترجعي على قصركم. أنا بعرف شو هي الحقيقة. يومياً ما عدا الخميس بعد الأخبار على الـ LBCI.